السلام عليكم مشتركاتي الكريمات، ان شاء الله تكونوا ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. اليوم راح نديروا مشروب يومي لصباح مليء بالنشاط لكل العائله تاعك. نبداو على بركه الله. المكونات اللي نحتاجوهم في المشروب اليومي تاعنا هذا اللي هو عندنا دبس التمر كما راكم تلاحظوا، انا عندي هذا، اللي عندها المصنوع في المنزل تقدر ديرو، اللي عندها هذا المشري كما انا عادي تستعملو عادي. وعندي مكون ثاني اللي هو كأس من الماء. دوك الماء على حسب افراد تاع العائله تاعك، سما كل فرد بكاس تاع ماء اذا حب، او كل واحد ديري له كاس وحده، واذا حبيتي كامل مع بعض سما كل كاس تاع ماء مع مغرفه كبيره تاع مع مغرفه كبيره من دبس التمر. كما قلت لك انا هنا راح ندير كاس برك باش نوري لك الطريقه تاعو. عندي كاس تاع ماء، راح ناخذ مغرفه كبيره تاع دبس التمر، هذه الطريقه. هنا كاين اللي يجيكم بهذا اللون كما تاعي هكذا يكون بني غامق، وكاين اللي يكون اللون تاعو افتح، سما هذيك على حسب النوعيه تاع التمر كما راكم تلاحظوا بهذه الطريقه. ونخلط مليح حتى يذوب لي هذاك دبس التمر تاعي كامل في الماء. بعد ما يذوب لي دبس التمر تاعي كامل في الماء نشربه صباحا على الريق وليلا قبل النوم. سما هذا المشروب قد يوميا تشربيه صباح على الريق وفي الليل قبل النوم، سما ليك وللعائله تاعك حتى اطفالك ما ديرهم يشربوا. ان شاء الله يعجبكم المشروب هذا وتجربوه وتمدوه لوليداتكم. قدمي لوليداتك الصباح وان شاء الله ربي ينجحنا وليداتنا وليدات جميع المؤمنين كامل ان شاء الله يا ربي. واش راح نقول لكم في الاخر، اذا هذه هي وصفتي تاع اليوم ان شاء الله تنال اعجابكم. اذا كان يعجبكم الفيديو تاع اليوم ديروا لي جيم كالعاده، واذا كنتم اول مره تشاهدوا القناه ادعوكم للاشتراك بها. وانتظروني في فيديو اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.